المواطن بيسأله بيقول أنا هستفيد إيه من مجلس الشيوخ؟ لا طبعا هيستفيد، القرار هيكون بيعدي بدل ما بيعدي على غرفة واحدة القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور خاصة، أو ما يحيله رئيس الجمهورية أو الموازنة العامة، كل أو الخطط أو الاقتراحات التي تقدم بدل ما بتعدي على غرفة واحدة بتعدي على غرفتين. خلينا نقول إن دايما في فرق دائما ما بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب عادة نوابه بيكون يعني ليهم بالإضافة لدورهم التشريعي، يعني هو غلط لكن للأسف موجود، بيبقى ليهم دور خدمي، خدمي بيبقوا مهتمين بالخدمات أكتر، بيبقوا مهتمين بالرقابة أكتر أيضا. طبعا من حق بس استاذ عماد بيكتب مقال واحنا قاعدين. لا لسه ما بدأتش، انا شايفك ماشي بتكتب ملاحظات يعني برضو ما تفكرش شباب قاعد بتكتف. لا انت بتكتب مقال ملاحظات على كلام خالد ومحمود. هو بيكتب مقال ولا بيكتب افكاره؟ استاذ عماد بيكتب افكاره موافق لكن بيكتب مقال لا يصادر المقال. لا لا هو بيسجل بس النقط اللي معترض عليها. وجمال يعملها. بالاضافه لنظام الغرفتين ليس تقليد مصري فقط لكنه يعني موجود في كل العالم نظام الغرفتين. زي ما بقول لك الشيوخ بيهتم وبيبقى اكثر دقه واكثر رحابه، والناس اللي فيه بتبقى يعني اكثر ثقلا، مش متاثرين قوي بفكره الخدمات والانتخابات وغير ذلك. فبدليل ان في التلت تعيين ده مش موجود في مجلس النواب. مجلس النواب صحيح 5% ممكن تعيين، لكن مجلس الشيوخ التلت تعيين، وده رقم بيدل على انه بيبقى فيه كفاءات نوعيه اكبر، ناس في السن اكثر خبره، ناس علميه بشكل كبير، فبيحصل تكامل ما بين المجلسين، فده كله بيعود على المواطن. انا برضو يعني معترض على السؤال، مش سؤال حضرتك ولكن سؤال المواطن اللي هو طول الوقت بيحسب بالحته، يعني مفيش دوله نظره شامله على بتبني نظام سياسي جديد وبتبني دوله جديده بكل تفاصيلها بعد السنوات الصعبه اللي عاشتها، الناس بتقعد تحسب ان ده هيرجع لي كام. مفيش كده بالظبط، ومفيش مردود في كل حاجه سريع، ومفيش مردود في كل حاجه بشكل كبير مباشر كمان. يعني انت في النهايه الحياه السياسيه عباره عن تفاعلات، والتفاعلات دي بتؤدي لنتائج. وزي ما بقول لك، يعني الناس اللي بتقول ان مجلس شيوخ مش تقليد مصري او مش قاصر على مصر، بس عدد كبير من الدول فيها نظام الغرفتين مش نظام غرفه واحده.